تعرب وزاره الخارجيه عن قلق مملكه البحرين واسفها الشديد للاشتباكات المسلحه التي جرت امس في العاصمه الليبيه طرابلس مما يهدد امن وسلامه المواطنين الليبيين ويعرض البلاد لخطر كبير وتدعو مملكه البحرين الفرقاء الليبيين الى تغليب الحكمه والعقل ووقف الاشتباكات المسلحه وحقن الدماء وعدم التصعيد وانتهاج الحوار السياسي لحل الخلافات الدائره بين طرفي النزاع والعمل على الحفاظ على المصالح العليا لدولة ليبيا وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق للسلم والتنمية والازدهار مجددة موقف المملكة الداعم لدولة ليبيا الشقيقة بما يحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها